صباح الخير طلبة الصف الثاني الابتدائي، أهلا بيكم. معادنا اليوم مع درس جديد، هي قصة الاستماع النور والظلام. قصة الاستماع النور والظلام بتتكلم عن طاقة الشمس، طاقة النور والظل. القصة دي موجودة في كتاب المدرسة صفحة 76. قصة الاستماع متبقاش موجودة في كتاب المدرسة، بتبقى عليها تدريبات بس. حضرتك لازم تنتبهي كويس وتسمعني كويس وانا هقرأ القصة علشان تعرف تجاوب معايا تمرينات كتاب المدرسة. تاني نبتدي نقرأ القصة مع بعض. قصة النور والظلام. في كل ليلة تتساءل نور في حيرة، فيما يفيد الظلام؟ يا ترى أنا لا أرى شيئا. فكرت نور، سأزور مختبر المعلمة نوال في الصباح لعلها ترشدني للإجابة عن سؤالي. استقبلت المعلمة نور بابتسامة ذكية وسمعت سؤالها، ثم قالت: اقرأي في هذا الكتاب حتى فقد تجدين فيه إجابات عن بعض أسئلتك. هنا نور كانت بتسأل عن الظلام وعن النور، وكانتش عارفة أي حاجة، وتقول إن إحنا ليه ما بنشوفش في الظلمة. فراحت مختبر المعلمة، مختبر المعلمة نوال ده معمل العلوم، وقالت أكيد هلاقي إجابة. فالمعلمة اديتها كتاب علشان تقرأ فيه وتعرف الإجابات بتاعت الأسئلة بتاعتها. أمضت نور كل أوقات فراغها في قراءة الكتاب. كتاب الضوء قرأت فيه قبل النوم. يتكون الضوء من أكياس طاقة صغيرة جدا تنتشر وتتحرك في كل الاتجاهات حتى تصل إلينا من مصدرها. انبهرت نور وتمنت وهي تغفل: ليتني أرى ذلك بعيني. نور أخدت الكتاب من المعلمة وقعدت تقرأ. شايفين في الصور اللي فوق بتقرأ في وقت البريك، بتقرأ في الجاردن، وبتقرأ قبل ما تنام، وبتقرأ وهي قاعدة على مكتبها بعد ما خلصت مذاكرة. كل دوت نور كانت عايزة تعرف عن الضوء، وشافت ان الضوء بيتكون من اكياس صغيره جدا، اكياس طاقه صغيره جدا تنتشر وتتحرك في كل مكان او في كل اتجاه. نامت نور ورات في الحلم الطاقه وهي تنطلق من الشمس الى الارض وتغني نضيء النهار لتصحو الحياه وتنمو الاشجار. ثم لم تمر عبر الشجره فتفرقت وتكون ظل الشجرة. لاحظت نور أن الظل يأخذ شكل الجسم الذي منع مرور الضوء. يبقى نور نامت وفي الحلم بتاعها لقت نفسها بتغني أغنية: نضيء النهار لتصحو الحياة وتنمو الأشجار. ثم جت تقف، لقت إن النور ده ما بيعديش من على الشجرة. أول ما جت الشجرة الضوء ده وقف ما عداش. امال عمل ايه؟ عمل لها ظل، والظل ده كان شبه الشجره بالظبط. تساءلت نور بفضول: واين تذهبين يا شمس في الليل؟ اجابت الشمس: ان الارض هي التي تدير نفسها لتواجه القمر، فيكون النهار في بلد اخر اثناء الليل في بلدك. سالت نور: ولماذا يكون الليل؟ قالت الشمس: في الليل ينمو شعرك وتظهر أسنانك الجديدة ويصلح الجسم مكان آخر، مكان أي جرح، ويقاوم أي مرض، فتعود لك صحتك وقوتك وسعادتك لتلعبي وتتعلمي في النهار. هنا الشمس، نور راحت للشمس وسألتها: أنت بتروحي فين بالليل؟ هتلاقي أنا مش بروح، الأرض هي اللي بتلف وبتروح ناحية القمر، وبكون أنا موجودة عند الناحية التانية من الأرض.
بيكون فيه نهار عند ايه؟ عند بلد تانية. طيب قلت لها هو ايه اهمية الليل؟ ليه الليل ده بيكون موجود ولازم ليه يكون موجود؟ قلت لها علشان بالليل كل في حاجات كتير بتنمو، في ينمو شعر، الشعر والاسنان، والجسم بيصلح اي مكان فيه جرح، لو عندك تعويرة اي حاجة بتتصلح بالليل بتخف، ويقاوم اي مرض، وكمان الانسان بيقعد بالليل ينام عشان يستريح عشان يقدر يكمل نشاط في النهار. قالت نور اود ان اعرف لماذا تضيئين يا شمس وكيف ينير القمر. فقالت الشمس بفخر انا نجم مشتعل متوسط الحجم أضيء حولي، والقمر يبقى مظلما حتى يعكس ضوئي نحو الأرض في الليل. التفتت نور مندهشة وقالت الشمس نجم مثل نجوم الليل، يا إلهي هذا عجيب، تبدين كبيرة جدا. فضحكت الشمس وقالت هذا لأنني أقرب نجم للأرض. نور سألتها أنا عايزة أعرف أنت ليه بتنوري وإزاي القمر بينور؟ فالشمس قالت بفخر إن هي نجم كبير، والنجم دوت بيكون مشتعل دايما ومضيء طول الوقت، وإن القمر جسم بس مظلم وبيعكس ضوء الشمس، زي المراية بتعكس صورتنا، هو كمان بيعكس ضوء الشمس. فنور قالت الشمس دي نجمة زي النجوم اللي احنا بنشوفها بالليل. راحت قالت لها ولكني نجم كبير جدا، وكمان انا اقرب من النجوم دي للايه؟ للارض. سمعت نور جرس المنبه وصوت والدها هيا يا نور انه موعد الذهاب الى المدرسة. استيقظت نور بنشاط وقالت وجدت ان للظلام فوائد يا ابي، الحصة الأولى في مختبر العلوم، سأشارك معلمتي وزملائي ما قرأته. هنا نور قامت من النوم وعرفت إن الظلام ليه فايدة، وإن هي هتحكي دوت اللي اتعلمته من الكتاب أو اللي في الحلم هتحكيه لزمايلها في حصة العلوم. تعالوا نبص مع بعض في كتاب المدرسة صفحة 76، هنلاقي الأسئلة ديت. بيقول لي سل كل صورة بما تعبر عنه. طاقة، فين كلمة طاقة؟ أيوة هي دي كلمة طاقة، الصورة اللي بتمثل كلمة طاقة. مختبر، فين الصورة اللي بتوصل كلمة مختبر؟ هي ديت الولد أو المعلمة والبنت. قمر، سهلة جدا دي الصورة بتاعتها، وصلها. نجوم، برافو عليك، دي آخر صورة بتاعتها وهنوصلها. صورة النجوم بتنير في الليل. بعد كده بيقول لي صنف ما يحدث في الليل والنهار. عندي جمل هنحطها في المربعات اللي قدامنا، انه جملة هتنفع تكون في الليل وانه جملة هتنفع تكون في النهار. تظهر الاسنان، ينمو الشعر، تنمو الاشجار في الليل او في النهار، هنختار مع بعض. تظهر الاسنان هتكون فين؟ في الليل، برافو عليكم. ينمو الشعر في الليل، تنمو الأشجار هتبقى الأشجار بتحتاج لطاقة الشمس بتنمو في النهار، يبقى في الليل تظهر الأسنان، ينمو الشعر، في النهار تنمو الأشجار. بعد كده نشاط 3 في الصفحة اللي في وشها، عبر عن كل صورة. الصورة الأولانية هنقول دي طاقة الشمس، دي طاقة الشمس. الصورة التانية دي الشمس فقط. الصورة التالتة دي القمر أو قمر.
بعد كده بيقول لي لاحظ وعبر. هنا الشمس بتنور أو تضيء نصف الكرة والنصف الآخر مظلم. الأرض تدور حول نفسها، وذلك سبب في وجود الليل والنهار. يبقى الأرض بتدور حول نفسها، وذلك سبب في وجود الليل والنهار. بعد كده الصفحة اللي بعديها عندي لاحظ وتعلم. عبر عن كل صورة بجملة مفيدة. كل صورة عندك هنا تعمل لها جملة مفيدة. أول حاجة صورة الأزهار دي، هنقول ألوان الأزهار جميلة، ألوان الأزهار جميلة. بعد كده صورة السحاب دي، هنقول السماء المطر ينزل من السحاب، المطر ينزل من السحاب. صورة البيبي الجميل ده، هنقول هذا طفل جميل، هذا طفل جميل. التدريب اللي بعد كده كون كلمات. هنكون الكلمة، اجمع الحروف لتكون كلمات ثم ضعها في جمل من إنشائك. يعني هتكون كلمة وهتحط الكلمة دي جوه جملة وهنكتبها تحت. أول حاجة نون وجيم وميم، تبقى كلمة نجم. نجم، نجم مفرد نجوم، نحطها في جملة. الشمس نجم مشتعل، أو الشمس نجم مشتعل. رقم اتنين، دي صورة مصباح. ميم صاد باء مد ألف حاء، مصباح. تعالى نحطها جوه جملة، هنقول مصباح مضيء، مصباح مضيء. الصورة التالتة، صورة ولاد جوه المعمل. شوف الحروف، ميم خاء تاء باء راء، مختبر. المعمل اسمه مختبر. يا ترى هنحطها في جملة تكون عاملة ازاي؟ نور في مختبر العلوم، نور في مختبر العلوم. رقم أربعة، صورة ولد وده عامل ظل، دي ايده، ظل 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 الشجرة كبيرة، ظل. رقم خمسة، دي صورة سما مضلمة، ليل، لام يا لام، ليل. صورة السماء مظلمة، كاتب عندها ليل، نحطها في جملة. ليل الشتاء طويل، الليل في الشتاء بيكون طويل. بعد كده نشاط ثلاثة، اكتب بعض الأفعال. ده في الصفحة اللي في وشها، عندنا أفعال كتير جدا حصلت في القصة. ممكن نكتب الأفعال اللي حصلت معانا في القصة، زي سألت، قالت، نامت، قرأت، رأت. الأفعال اللي جت معنا في القصة، سألت، قالت، نامت، قرأت، رأت. دي الأفعال كانت معنا في قصة النور والظلام، كلها أفعال ماضي. طيب بعد كده بيقول لي كون كلمات صحيحة من الحروف الآتية: ميم جيم نون واو. بتهيألي الصورة واضحة جدا، هي كلمة نجوم. برافو عليك، كلمة نجوم. بعد كده راء ألف شين جيم، في ألف في الأول يا شباب، خلي بالكم. أشجار أو أشجار، صح، أشجار أو أشجار. خاء باء تاء راء ميم. الصورة دي شفناها كتير، هي صورة المختبر. مختبر، مختبر يعني معمل. نشاط خمسة، صنف الكلمات الآتية في مكانها الصحيح كالمثال. عندي شوية كلمات، مجموعة من الكلمات هنحطها في مكانها الصح. أول كلمة هي في، بحرف جر، الأشجار، الغروب، تنام، إلى، يكتشف. تعال نشوف مع بعض، عايزين نعرف الاسم في والفعل والحرف. الاسم هو ما بدأ بأل،
أو هو ما دل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. هو علامات الاسم الألف واللام والتاء المربوطة والتنوين. الفعل هو يدل على حدث مرتبط بزمن، حاجة بتحصل بس ليها زمن. الحرف عندي حروف الجر هي من إلى عن على في والباء والكاف واللام، وعندي حروف العطف وف ثم، دي الحروف، حروف الجر وحروف العطف. أول حاجة عندي في، في ده حرف من حروف الجر يبقى نحطه في الحروف. الأشجار، الأشجار اسم مكتوب. الغروب أولها ألف ولام تبقى اسم. بعد كده عندي تنام، تنام ده فعل. بعدين عندي إلى، إلى ده حرف جر. بعدين عندي يكتشف، يكتشف ده فعل مضارع. وبكده نكون خلصنا قصة النور والظلام، قصة شيقة جدا وممتعة جدا، بتتكلم عن النور، عرفنا ازاي ان الشمس هي نجم وهي اللي بتضيء كل الكون، والقمر جسم معتم بيعكس أشعة الشمس، وعرفنا فيها ان الأرض بتدور حول نفسها ليتكون الليل والنهار. أتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا القصة، وأشوفكم ان شاء الله في قصة تانية أو في درس آخر. إلى اللقاء.